بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه.